لواء المدينة ودان بجميع مكوناتها الاجتماعية من مؤسسات ونشطاء وأعيان وشؤون محلية، ندين هجوم ما يسمى بسرايا ثوار بنغازي على المواني النفطية وما خالفته من رؤية الكفرة الحيادية بعدم الانطلاق منها لمحاربة أي ليبي حسب الاتفاق مع الأطراف السياسية. عليه نطالب بعدم تواجد أي من قوات ما يسمى سرايا ثوار تحرير بنغازي من قاعدة الجفرة وأي مكان داخل المنطقة، ونؤكد على ضرورة مغادرتها، ونحمل مجلس النواب والمجلس الرئاسي في حال عدم الاستجابة لطلب أهل مدينة ودان قد يتطور الوضع بأمور لا تحمد عقباها. كما نطالب أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الممثلين لمنطقة الجفرة وعميد وأعضاء مجلس بلد الجفرة بالعمل على خروج هذه القوات من المنطقة، وأن المنطقة لا تتحمل أعباء تواجدهم بها.